قطعا العراق لديه سياسة جديدة، سياسة الدبلوماسية المنتجة، ويطمح العراق أيضا من خلال خلق شراكات اقتصادية الذهاب إلى تحقيق حالة من الأمن المستدام داخل المنطقة. الكل يعلم أنه باجتماع الرياض اللي حصل قبل عام أو أكثر، دولة الرئيس الأستاذ محمد الشاع السوداني أطلق مبادرة أو استراتيجية أو سياسة سميت بسياسة التكامل الاقتصادي العربي، الذي من خلاله سيكون هنالك تعشيق للأمن العربي المشترك، وبالتالي نذهب إلى تحقيق أمن مستدام ما بين دول المنطقة، الدول العربية. أعتقد تحديدا مصر أنه هنالك، وحتى تونس، لدينا مشتركات مهمة خصوصا في موضوع التحديات الأمنية ومحاربة الإرهاب. العراق ومصر وتونس لديه عامل مشترك مهم في هذا الجانب، وكل هذه الدول عانت من الإرهاب. أضف إلى ذلك خبرة الشركات المصرية وكلفة أيضا الشركات المصرية بنفس الوقت التي تكون واطئة الكلفة نسبة للشركات العربية والعالمية، قد تكون هي السبب الذي دعا دولة الرئيس بالتوجه إلى مصر. أيضا القضايا الإقليمية والمحورية وخصوصا القضية الفلسطينية هي قضية مهمة بالنسبة للجانب العراقي وللجانب المصري وحتى للجانب التونسي، باعتبار أن هاتين الدولتين كانتا منطلقا لانطلاق اجتماعات الجامعة العربية. إذن هنالك عوامل مشتركة كثيرة.